بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم رسائل الصحية. هذا البرنامج الذي يطلع عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية. فإن شاء الله تكونوا متابعين ومستفيدين وفي نفس الوقت مستمتعين معنا. نكمل حوارنا مع ضيفتنا أخصائية التغذية العلاجية أستاذة غزل الغبن، حياك الله معنا. كنا يعني تكلمنا في الحلقة الماضية عن موضوع السناكات والسناكات الصحية، ويمكن من أشهر الناس اللي يشترونها كسناكات في بيوتهم شيئين، الشيبس والبسكوتات والكاكاوات والحلويات. صحيح. فش رايك فيهم كسناكات؟ كسناكات هلا الشيبس أكيد هو عبارة عن بطاطا أو ذرة أو شو مكان محطة بكمية دسم عالية، مش من أفضل السناكات اللي فينا نأخذها، وإن كان سعراته الحرارية تعتبر قليلة. يعني عادة الشيبس يكون فيه 100 إلى 150 سعرة، مش كتير بس عالي بالدهون المشبعة. هلأ صار في خيارات موجودة بكل مكان، تشيبس أعلى شوية بالبروتين، فطبعاً البروتين ما بيكنسل وجود مثلاً دهون مشبعة، ولكن على الأقل أنا أخذت فايدة أعلى شوي. فممكن نتعود أنه بدل التشيبس العادي نأخذ تشيبس البروتين، بشبع أكتر، بروتين أكتر، مش راح أحتاج بعده بساعة أو ساعتين على طول أدور على سناك تانية. البسكوت مش يعني نفس ما حكينا على أي شيء تاني من السناكات اللي هي الأعلى بالسكر أو بالكربوهيدرات، شيء رح يرفع لي الأنسولين، رح يرفع لي السكر، رح يرجع يجوعني مرة تانية بعد شوي. طيب. وعلى المدى البعيد بيؤدي لمقاومة الإنسولين. يعني ما تنصحين أن يكونوا موجودين بالبيت يوميا؟ بالضبط، مش بشكل يومي. عادة كتير ناس تعودوا أنه دائما على السفرة مثلا أو على الطاولة، أو في درج في بسكوت وفي شوكولات وفي كل هالأمور. هاي عادة مش منيحة، لأنه صار المخ تعود أني أنا كل يوم في عندي واحدة من هاي السناكات. بشكل عام مش غلط الواحد ياخذ سناك بسكوت أو شوكولات أو شو مكان، بس ما تكون بشكل يومي، هذا مو السناك اللي أنا عندي إياه كل يوم. نعم. طيب، في سناك انا اشوفه مظلوم اللي هو الفشار او البوب كورن او النفيش حق الكويتي نسميه، ايش رايك فيه من كقيمه غذائيه؟ ممتاز، عالي جدا بالالياف، عالي جدا بمضادات الاكسده، بيشبع، مسلي، حجمه كبير وقليل بالسعرات، فهو من افضل السناكات اللي ممكن ناخذها. بس ننتبه لموضوع الدهن، قديش عم نحط فيه زيت لما عم نحضره، او اذا اصلا فيه زيت ولا لا. لانه في انواع يعني اوكي لايت العادي، وفي انواع فيها جبنه وفي كراميل. حتى تروحين السينما ما تقولوا لي ايش تبين، صح؟ شنو تختارين انت؟ مال كراميل؟ صراحه الكراميل. كراميل ها، بس الكراميل هو اعلاهم بالسعرات. علامه، بس هو طبعا انت تروحين السينما وقت لاخر، هو مو حق استخدام اليومي. بالضبط. وبعدين دائما بنصح انه يكون شيرينج، يكون حجم صغير ويكون بالمشاركه مع حدا ثاني، بحيث تكون الجريمه اصغر شوي. تمام. طيب، يعني هذا موضوع السناكات. طيب، انا ودي ادش على موضوع اخر، لموضوع الحميات المتنوعة. يعني أكيد يقول لك مرة يسألونك مثلاً عن الباليو، عن الكيتو، عن ما أدري شنو. فأنت شنو رأيك لما يقولوا لك إيش رأيك دكتورة بهالحمية، إيش رأيك بهالحمية؟ أو سؤال بصيغة أخرى، شنو أحسن حمية نسويها؟ الحمية اللي فينا نستمر عليها لمدى الحياة، يعني الأكل اللي أنا متعود عليه ببيتي، اللي هو عادة بالنسبة لأكلنا إحنا بالوطن العربي أقرب شيء لقلنا ميديتيريان دايت، لانه هو الاكل اللي فيه كل شيء احنا بنحبه، فيه كربوهيدرات، فيه لحم ودجاج وسمك، فيه بيض، فيه اشياء معلبه بيصبح، مش غلط فيه كل هاي الامور، بس انه بنضبط بس كميته. الكيتو، البيليو، حتى الفيجن والفيجيتيريان، ما رح اقول لك انظمه سيئه، ولكن هي انظمه جدا سهل انك تطبقها غلط. فطالما انا هذا الشيء صعب تطبيقه بالشكل الصحيح، فانا ممكن اكون عم باذي حالي بدل ما انه انا عم بفيد حالي، والمقابل في معاناه، في كثير اشياء انا ناغيها من نظامي. طيب، وشنو كلمتش حق الناس اللي عندهم هواية اسمها هواية كل شوي يسوي دايت معين، اسمها هواية يسوون دايت؟ هلأ كل ما عرضنا جسمنا لتغيير بالأنظمة الغذائية اللي موجودة، كل ما احنا عم نعرض جسمنا لسترس معين، على المدى البعيد بيصير الجسم فيه مشاكل بالأيض. نعم. بيصير الحرق عنا كتير أصعب، بيصير نزول الوزن كتير أصعب، بنتعرض للي هي المشاكل زي السكري أو الكوليسترول أو الضغط، كل هاي الأمور. نعم. فأنت ما تنصحين في موضوع إدمان موضوع الدايت؟ 100%. كتير ناس قال لك أنا جربت كيتو، بعدين جربت لوكار، بعدين جربت الأتكنز، بعدين ما هو أنت عم بتعرض جسمك لنقص فيتامينات ومعادن لفترة، أو لحتى كتلة عضلية، وبترجع بتزيد وبترجع بتنزل. اليويو دايتينج أو بشكل عام تجربة أنواع مختلفة من الدايت ممكن تأثر مدى البعيد على طبيعة الأيض بالجسم وطبيعة الحرق. ممكن أنا أي كلمة قلتيها جربت، مو المفروض واحد يجرب. بالضبط. المفروض الواحد يعني اسمه قلتي هو أكله متعود عليه، لكن حسنا غذائيا. خلنا نأخذ فاصل قصير ورد نكمل في هذا الموضوع. رجعنا لكم بعد الفاصل، والحديث متواصل مع أخصائية تغذية سعد غزل. إذا قلت على يمكن موضوع شائع أكيد، وخاصة عن بعض النساء، أنا وزني ثابت، وزني ما ينزل،
شنو حلك حق الوزن الثابت؟ او سؤال بصيغه اخرى، شلون ازيد الحرق في جسمي؟ شلون اخلي جسمي يرد يعني يحرق السعرات والدهون مره ثانيه؟ اوكي، هلا بحاله ان الوزن ثابت انا بدي اعرف دائما اي مشكله عندي بدور شو السبب. اول سبب انا بدور عليه امتى اخر مره مسوي فحوصات، نشيك الغده، نشيك فيتامين د، نشيك الحديد، نشيك كل هاي الامور. الغده تقصدين الغده الدرقيه؟ بالضبط، الغده الدرقيه. في حالات معينه مثلا ممكن نطلب تحاليل ادق شوي، مثل مثلا التحاليل اللي هي نعرف اذا في لا سمح الله تكيس مبايض، فمثلا بدنا تحاليل الهرمونات ممكن نحولها على طبيبه ثانيه تعمل سكان او كل هاي الامور. فاول شيء بدي اشيك اذا في اي شيء عضوي ممكن يكون مسبب لي ثبات بالوزن. تمام، هذا اول نصيحه بعطيها. بعدين بكمل باقي الاستشاره انه باخذ ريكول عن النظام الغذائي. مثل ما قلنا من قبل انه مرات الواحد ما بيحسب السناكات اللي موجوده بالاكل، فممكن وزنك ثابت لانك انت عم تاخذي سناكات كثير مش حتحسبيها من ضمن نظامك، فهذا الشيء اللي بيخلي الوزن يثبت. اهم شغله بتساعد انه نكسر ثبات الوزن هي انه نكون عم نتمرن بشكل افضل، نكون عم نتمرن. يعني في كثير ناس ممكن يكونوا عندهم خمول ما بيتمرنوا، مش متعودين مثلا يمشوا او يلعبوا رياضه. لما نبلش نلعب رياضه حسنا مقاومه الانسولين، حسنا كثير هرمونات بالجسم مثل هرمونات الجوع والشبع، فبالتالي ثبات الوزن اللي صاير معي ببلش ينكسر وبلش ينزل الوزن. وبالاحرى تنزل نسبه الدهون. يعني في ناس ممكن الوزن يضلوا ثابت معاهم، بالذات اللي بيتمرنوا عم بزيد بالعضل عم بنزل بالدهون، وزني ثابت او ممكن حتى يزيد، بس انا اللي بيهمني الدهون. المشكله انا عندي بالدهون مش بالوزن. شلون تعرفين الدهون قاعد ينزل؟ هلا في فحوصات، نفس مثلا فحوصات الامبادي او باختلاف الاجهزه اللي فينا نتابع فيها نسبه الدهون كيف عم تتغير. او الاسهل اللي دائما بنقوله للكل بالشكل، اللبس تغير، الوجه تغير، والله زوجي قال لي ضعفان، ابني قال لي مش عارف شو، رفيجتي قالت لي ها مسوي دايت، فهاي الامور اللي بتمنى. انا موضوع زوجي قال لي ضعفان هذه مو مجامله مو شيء دقيق. صحيح. طيب خل يعني اروح على موضوع اخر ومنتشر برايك فيه. يعني انت بالسوشيال ميديا وتشوفين للاسف بعض المهتم، انا ما اعرف هم مخصصين تغذية أو لا، إنه اشترك معي في وجباتي ودز لي وزنك وشيء ويجيك الجدول ويجيك نظام غذائي. إيش رأيك بهذا السلوك؟ الوجبات ولا النظام؟ نظام. أنا أعطيك نظام غذائي بس كله أونلاين ويجيك الجدول ذاهب لك وأنت. هلا في ناس ممكن تقول لك أنا جربت وزبط معي. مش كل شيء زبط معك يعني هو صح. بالآخر لازم، عشان مثل ما قلنا من قبل إنه أنا لما أمشي على نظام غذائي بده يكون مناسب لي حسب حالتي الصحية، مش بس طولي ووزني. طول ووزن هاي كالكوليتر، الكالكوليتر موجود على جوجل، انت مش محتاج اخصائي تغذية عشانها. في تفاصيل تانية بتلعب دور، انا حركتي، حالتي الصحية، العمر بيلعب دور، الادوية اللي عم باخدها بتلعب دور. فكمان مرة مثلا ممكن انا طبيعة يومي ما بتسمح لي مثلا اكل هالكم من الوجبات على هالفترات المعينة، فلازم النظام. دائما انا بقول انه هي مثل كأنه لوحة عم ترسمها لكل شخص، كل شخص وفي له اللوحة اللي بتناسبه حسب كل هاي الامور، لايف ستايله ووضعه الصحي. يعني لازم نظام غذائي اقعد معاك تفصلين معاي. احنا بالكويت نقول شنو راح يخياط ونفصل جداش، صح علي؟ لان انا غير عن انت احتياجاتي، وموضوع ان الوزن ينزل مو معناته انه ينزل بشكل صحيح. قبل لا نوصل لنهايه الحلقه، كونك اخصائيه تغذيه عندك المايك وقولي اي نصيحه او نقطه غذائيه تبين تقولينها. اوكي، هلا اول شيء بدنا نكون كلنا عنا علم او وعي اكبر انه التغذيه الصحيه والرياضه مش مرتبطين ابدا باني انا بدي اوصل لوزن معين او لجسم معين. كلنا واجب علينا، حق جسمنا علينا انه نكون عم ناكل اكل صح، عم نتمرن، عم نحرك جسمنا. فهذا ما نربط ابدا التغذيه الصحيه واللايف ستايل الصحي بانه شخص عنده مرض معين ولا بده ينزل وزنه. هاي اول نصيحه. ثاني نصيحه، اي حدا بده ينزل وزنه ما تاخذ شيء اونلاين او ما تاخذ تجربه زميلك ولا حدا، حتى لو كان نفس الطول ونفس الوزن، كل حدا غير عن الثاني. انت محتاج شيء مخصص لك حسب احتياجك حسب حالتك علشان تشوف نتيجه افضل. نعم، هذه انا اعتبر نصيحه ذهبيه الاولى والثانيه. طبعا الاولى اني طبيب عائله، انا الكويتيين ما يسوون رياضه او يعدون اكلهم الا ذي المشاكل الصحيه. بالزبط. فاتمنى يعني تشغلون قبل. بالضبط. وشيء ثاني، لا تجرب، تجرب على نفسك انت، مو على قولتهم ليس سفارة للتجارب دائما، خاصه فيما يتعلق بالموضوع بالصحه والغذاء ابدا. يعني روح للمختصين موجودين ان شاء الله بالكويت، وعندنا بالكويت يعني ما شاء الله من افضل يعني الكفاءات سواء طبيه او غذائيه ايا يعني كان. صحيح. اشكرك جدا اخصائيه تغذيه استاذه غزل على الحلقات يمكن اللي صورناها، حلقات كثيره على معلومات وايد مفيده، انا صراحه استفدت منها. اتمنى لك التوفيق. كذي وصلنا لنهايه حلقه اليوم، اتمنى لكم دائما الصحه والعافيه، ونشوفكم ان شاء الله غدا في نفس هذا الموعد. مع السلامه.